هجوم كبير على الفنان محمد رمضان بعد حفلته في اليونان. واللي حصل بالظبط ان في صحفية اسمها سارة شريف نشرت صور للفنان محمد رمضان وهو متصور مع بنت أجنبية، وقالت سارة شريف ان البنت دي إسرائيلية، ونزلت الصفحة الشخصية بتاعت البنت دي واسمها مايا، وبتقول ان البنت دي إسرائيلية ومحمد رمضان متصور معاها عادي جدا. وطبعا بعد الكلام ده لما انتشر بدأت ناس كتير تهاجم الفنان محمد رمضان، انه اكيد ان دي مش اول مرة يعمل حاجة زي كده، ومش اول مرة يتصور مع ناس إسرائيليين. بدأ الهجوم الكبير على الفنان محمد رمضان، وناس كتير بتقوله انت كل شوية لازم تعمل حاجة تخلي الناس تتكلم عنك، وهل انت قاصد الكلام ده ولا لا، وهل فعلا تعرف ان هي إسرائيلية ولا لا. ده من ضمن تعليقات الناس او هجوم الناس على الفنان محمد رمضان. لكن في جانب اخر من محبين الفنان محمد رمضان دفع عنه وقالوا اكيد هو ما يعرفش ان هي إسرائيلية، او بمعنى صح مش اي حد هيتصور معاه هيسأله انت منين او جنسيتك ايه بالظبط، وان الحفلة دي في اليونان فطبيعي ممكن يكون فيها جنسيات مختلفة كتيرة جدا. لكن لحد دلوقتي الفنان محمد رمضان مردش ولا قال اي حاجة عن الموضوع، لانه تقريبا بنسبة كبيرة مشغول جدا بحفلاته في اليونان، لانه هو تقريبا بقاله اكتر من اسبوع في اليونان بيجهز لحفلات كبيرة جدا علشان يشتغلها في اليونان. انتم رأيكم ايه بالظبط؟ هل هو ممكن يكون عارف ان هي فتاة اسرائيلية او فنانة او ايا كان حد من اسرائيل، ولا هو ما يعرفش وبتصور مع اي حد عادي زيه وزي اي فنان؟ اتمنى تكتبوا رأيكم في التعليقات بوجهة نظركم في الموضوع. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.